وضيفتي باستوديو الفنانة التشكيلية ليلى داغر، خريجة الألبا البلمند، وطبعا مش فقط في لبنان إنما جولة لكل دول العالم بلوحاتها اللي خلت لوحتها طبعا إلى قيمة أكبر وأكبر مع جماليتها. أهلا وسهلا فيك ليلى. أهلا فيك. يعطيك ألف عافية. يعني هلا اليوم إحنا رح نحكي عن معرض بلش أوريدي من الأسبوع الماضي بأرت 56 بهالجاليري موجودة بمنطقة الجنبيزي. عرضتي بباريس لمرتين، عرضتي بكوريا الجنوبية، عرضتي بطوكيو باليابان، يعني وقريبا أمستردام. يعني وقت نحكي عن فنان هالقد برم بدول بالعالم، شو اللي بغير بمسيرته الفنية؟ انتشار أوسع أكيد. نعم. يعني فنه عم ينتشر أكتر، عم بيصير عنده مثل ما بيقولوا رنومي انترناسيونال اللي هي مهمة لإله. نعم. وشو ما بيعرض الفنان شو هيدا شيء بيزيد من خبرته أكتر كمان. صحيح. وأكيد كل هالشي هيدا ما بيمنع انه بلبنان ضروري انه ينتشر بلبنان، وضروري طبعاً انه ينعرف بلبنان، ينطلق من بلده وينطلق من بلده. مشان هيك عامل السولو هلا. ليلى، شو اللي بيعلي قيمة اللوحة للفنان؟ يعني مع انه يعني في كتير فنانين رسمتهم ولوحاتهم حلوين، ولكن يختلف يعني قيمة اللوحة. هل هو انتشاره عالميا؟ هل هو وقت يكون عم يعمل معرض سولو شو اللي بيساعده أكثر؟ أكيد انتشاره، أكيد شو ما انتشر شو ما صار معروف أكيد لوحته حتغلى. والسولو كتير مهم، السولو هو اللي بيحدد كمان سعره للفنان، يعني بزيد من سعر اللوحة تبعه. مشان هيك ضروري الفنان يعمل سولو كل 3 سنين أو 4 سنين مرة. نعم. مع بالإضافة لمشاركته بعدة معارض بتصير كمان بيكون في له مشاركة فيها. اليوم السولو كتير مهم. نعم. رح نحكي عن هالمعرض يلي لك فترة بتحضري له، اللي هو مثل فشة خلق بعد 3-4 سنين من الأزمة الاقتصادية، من الانفجار 4 آب، من هالكبت يلي عاشه اللبناني. وأنت قدرتي تعبري أو سميتيه الهروب، يعني نهرب من الحالة النفسية اللي نحن فيها. أي متى بلشت تفكري بهالموضوع وبلشت تحضري لوصلتي ل 35 لوحة مثل ما عرفت هلأ عم تنعرض؟ هو بلشت للحقيقة من سنتين تقريبا. نعم. الفكرة صارت كتير هيك براسي جاهزة أني بلش أعملها على اللوحات. مثل ما بتعرف كلنا عنا مرقنا بذات المشاعر، بذات الأحاسيس، كلنا اختنقنا إذا بدك كورونا، بعدين الوضع بلبنان اللي بعدنا عم نعيشه لهلأ، كلنا عنا هالشعور هيدا بالهروب. هروب يعني فكريا إذا ما فينا نهرب مزبوط نطلع بالطيارة ونفل. نعم. فكريا بالقليلة واحد، كل واحد مطرح ما قاعد، مطرح ما حاسس حاله مأسور ومحبوس، عم بحس إنه بده يهرب بفكره. حيالله مطرح هيك بس ينسى لفترة معينة الواقع اللي عايش فيه. نعم. مع إنه ما رح يقدر يغيره، بس إنه هي هروب، هروب بالفكر، هروب بالخيال. هذا اللي جربت وصله بلوحته، إنه اليوم هالإحساس اللي أنا حسيته كل شخص ممكن كان حسه مطرحي أو عاشه، جربت وصله بطريقتي، بطريقة حلوة، بطريقة ملونة، بطريقة جملتها. نعم. لحتى بس تطلع باللوحة تحبها تحطها ببيتك. أوكي. يعني بس أماكن الهروب يلي اخترتيها شو هي؟ طبيعة، طبيعة كل الوقت، كل الوقت بلوحات في الطبيعة. الطبيعة أوقات هيك بتزيد الوحدة، بتزيد الوحدة، بس الطبيعة هي ملجأ عن جد، بتحس إنه بيعطيك راحة نفسية. نعم. بتحس بتجدد معها، بتحس بأمل، لأنه الطبيعة أمل وتجدد وحياة. نعم. مشان هيك بكل لوحاتي في عناصر من أجزاء من الطبيعة حطيتها، اللي هي الشجر كتير لحتى تحس انه في تجدد في حياة. يعني نحن رغم كل اللي عم نمرق فيه المسج هو انه في الامل ببكرة، يعني لازم دلنا متأملين، ما فينا دلنا قاطعين الامل. هو الامل هو انه تعرف انت كيف توجه حالك، كيف تخلي هالاحاسيس هيدي النيجاتيف فيك تحولها لاحاسيس تحررك.
تحررك من كل هذا الشيء اللي عم تحسه. طيب الناس بتفهم اللوحة مثل ما أنت كان قصدك ترسميها ولا كل واحد ممكن يفسرها مثل ما بده؟ لحديت هلا كل اللي اجوا على المعرض أول ما يطلعوا باللوحة كانوا عم بيتفاعلوا معها كتير، يعني عم يتفاعل عم كأنه وصل إحساسي لإنهم، وهيدا الهدف أنا من لوحتي، إنه أنا وصل إحساسي اللي أنا حسيته لحيلا مشاهد عم يطلع باللوحة، أكتر من إنه أوقف وفسر. لا. هذا الإحساس كتير مهم، لأنه أنت إذا حسيت شيء تجاه اللوحة حبيتها، وهيدا اللي بخليك تشتريها يمكن وتحطها ببيتك، هو الإحساس إنك تتفاعل معها للوحة. بعدين فيني أنا أوضح وفيني أحكي عن فكرتي أكتر. طب قبل بغياب التكنولوجيا يعني الرسم التشكيلي كان مطلوب كتير، هلا مع وجود التكنولوجيا وموجود الصوره وتطور الصوره والميجا بايتس اللي يعني الميجا بيكسلز اللي بيكونوا هالقد دقيقين وواضحين بنقل الصوره مثل ما هي، يعني هل اخذ من جماليه او اهميه اللوحه المرسومه؟ انا بالنسبه لي ما كتير بروح على التكنولوجيا بالرسم، بفضل دلني دل الرسمه حقيقيه اكثر، يعني دل البنتور دل كل شيء التاتش تبع الفنان موجود على اللوحه. لا. لان هيدا هو الاحساس، التكنولوجيا بتقيم كتير من احساس الفنان باللوحة، يعني أنت بتتفاعل مع نقل الصورة مثل ما هي. إيه وإذا بس أنت بس تطلع باللوحة عم بتحس كل ضربة من ضرباتي باللوحة. أوكي. عم بتحس بكل شيء بالتكستشر تبع اللوحة عم بتحس فيها، مشان هيك بتتفاعل كتير معها. شو المطلوب من اللي عم بيشوف اللوحة؟ يعني يكون مثقف بالتشكيل بالفن التشكيلي ولا بده يكون ما ضروري يكون مثقف، لأنه اليوم كل اللي بيفوت على معرض بيكون في مثقفين وفي بيفهموا باللوحة وفي اللي ما بيعرفوا واللي جايين بس هيك أماتور، يعني اليوم ما فيك تفرض على كل واحد يكون يفهم باللوحة، بس الفكرة هي إنه هو إجا على المعرض أهم شغلة ليحبها بده يحس شيء تجاه اللوحة. صحيح. أنا فيني أكون عم بحضر معرض لأهم رسام بس ما يحسسني بشيء بس أطلع بلوحته. أنا عم بسأل هالأسئلة بس أنا بحسها، يعني بوقف قدام صورة وبوقف بتحبها. قدام لوحة أكيد الإحساس والشعور يختلف، يعني بالفعل أكيد. يختلف للأفضل تكون مرسومة بتحسي أنه هالقد برايفت هالقد قريبة أوتنتيك هالقد فيها حقيقة. نعم. يعني عم توصل لك دغري، يعني مباشرة. مثل إذا بقى نقول الفرق بين واحد يستعمل اللابتوب أو التابلت أو التليفون والكتاب، يعني بعد قلبة الصفحة ولمسة الورق صح. تختلف بعد كمان أنا بدي أعطيك إكزامبل أكتر. نعم. إنه أنت اليوم بس ابعت لك أنا تكستينج على الواتساب شيء. نعم. بس اكتب لك بخط إيدي شيء تاني أكيد. بس اكتب لك بخط إيدي عم تشوف شخصيتي من خلال خطي، عم تحس بيه عم تحس فيه أكتر من تكستينج، مشان هيك زيت الشيء. نعم. بيكون في لون فيديت عادة بالمعرض؟ لا، ما أنا بالنسبة إلي لا، أنا أوكي بمعرضي أنا اللون لعب دور. نعم. لعب دور ليوصل الفكرة أكتر، لأنه أنا جربت استعمل كتير كونتراست كولور لحتى فرجي هالعالمين، عالم اللي مأسور فيه الشخص قاعد فيه اللي هي بألوان معينة وعالم البهجة، والعالم برا اللي حواليه اللي هي بألوان تانية. نعم. جربت أخلط هالشي هيدا، يعني واللي بيشوف اللوحة عم بيشوف خلط الألوان شو يعني؟ لا ألوان. جربت أعمل كونتراست دو كولور، يعني استعمل القضاض بالألوان. ايه هاي الكونتراست. ايه حتى خلينا نحكي عن القضاض، وصل الفكرة كتير. يعني أنا اليوم حطيت مثلا أحمر وحطيت مقابيله تنقول لون أخضر، هيدا هول اثنين بقوه واللي عم يطلع باللوحة. نعم. عم تلفته كتير. نعم. يعني اليوم في مطارح قويت الضوء، في مطارح خففت الضوء كتير، هون كمان كرمال زيادة حسس انه انا اللي بدي ضوي عليها الفكرة. نعم. عم بتبين دغري على اللي عم بيشوفها. اللوحة الأكثر رواجا هي القياس متر بمتر، هذا اللي نعرفه، أو يمكن على أساسها بسعره بتسعر اللوحات، يعني من المتر بمتر، يعني بتكون التسعيرة. شو بتاخذ وقت هاللوحة؟ حسب ما في وقت معين، مرات في رسامين بيرسموها بنهار، في بساعتين، في أيام جمعة جمعتين، حسب الكل فنان وحسب شو عم يرسم وحسب مزاجه، لأنه هي مزاجية كمان. نعم. Art 56 بالجميزي بلشت الأسبوع الماضي ب 35 لوحة بمعرض سولو لحضرتك ليلى، خبرينا هيك شوي عن تفاعل الناس، ردة فعل العالم كتير على حلو. على هالموضوع كان كتير حلو. نعم. كتير إيجابي، كتير يعني ما كنت مستنظرة هالقد اسمع أشياء حلوة. نعم. وما كنت مستنظرة أن تكون ردة فعل العالم هالقد يحبوا اللوحات وهالقد يتفاعلوا معها،
وحتى الأشخاص اللي كتير بروفيشنال بالآرت وهيك كتير كانت الردود الفعل إيجابية كتير. نعم. طيب الناس بتلحق موضوع اجتماعي هني عايشينه انعكاس لمجتمعاتهم ليحبوا اللوحة، أو مثلا إذا عرضت الهروب ببلد تاني بلد آخر ما عنده مشاكل وما عنده، يمكن في كتير بلدان ما عندهم، أمستردام ما عنده مشاكل وأنت رح تعرضي عندهم قريبا، يعني إيه؟ قليلة مشاكلهم بس هي الهروب بس إيه؟ مش بس من المشاكل اللي عايشينها السياسية واقتصادية بلبنان. نعم. الهروب هي حتى كل العالم عاش الكورونا وكل العالم حس حاله أوه. أنه محدودة حريته صارت وكل العالم انأسر وانعزل. بعرف بس العالم بتلحق الموضوع ولا بتلحق جمالية العالم؟ لا ما بتلحق، ما بيهم الموضوع كتير العالم. مثل ما قلت لك يا بتعجبه اللوحة يا لا، يا بيعجبه ستيل يا ما بيعجبه، كل شخص شيء يعني. بس اليوم أنا بلاقي الفنان مهمته يكون عم يشتغل على يوصل رسالة أو فنه يوصل شيء للعالم، أنه مش بس عم يرسم لأنه بينبسط وبيحب يرسم، في مسج لازم يكون، في مسج لازم يكون، في رسالة لازم. عم بيعيش واقع الفنان، واقع الحياة، عم يتفاعل مع كل شيء عم بيصير يوميا، هذا الشيء بده يعبر عليه بلوحته، ما في ما يعبر عليه. حتى دوام لحالك لترسمي الفنان ايه؟ هيك عادة ولا لا بوقت تحسي بتقوم ترسمي؟ هو أنا في عندي وقت هيدا للرسم، يعني مثل أنا بروح على الأتوليه هذا شغلي مثل شغل لقلي، بس أنا مش كل يوم عندي مزاج أرسم. يعني أنا بس كون عندي وضع نفسي مثلا ما تنقول معصبة أو شيء هيك يمكن ما بيطلع مني شغل، ما بيطلع مع أنه أوقات الواحد يمكن عم تعصب بفش خلق، ما عم قلك حسب مزاجيته للواحد بيتفاعل، لأن كله إحساس بالآخر، هيدا يعني مرتبط بالإحساس. طب قدي الحرمان، قديش العذاب، الظلم، هول كل هالصفات السلبية بتخلق فنان؟ دايماً دايماً هو كل هالمشاكل، كل اللي بيعانيه الفنان، كل اللي بيعيشه، كل الخبرة اللي بيخدها من الحياة بتسأله مثل ما بيقولوا السكولت، يعني بيصير يتفاعل أكتر، بيصير ناضج أكتر، بيصير فنه يتطور أكتر، وهو مراية، فنه مراية لحياته لشخصيته. نعم عطول. نعم. بدنا نحكي شوي عن Art 56 من أي ساعة لأي ساعة ولا قد هو مستمر؟ المعرض مستمر لعشرة كانون الأول. نعم. ومن الساعة 11 لساعة 6 كل يوم ما عدا التنين، ما عدا التنين هو موجود بنفس شارع لا بارالل له تحت شوي. أوك Art 56. شو عم تحضري نكست؟ في شيء عم في عنا كولكتيف كمان على نوال ب Art 56 لمجموعة فنانين. نعم. ومثل ما قلت بقاب أنا عندي بأمستردام Art Fair. Art Fair يعني بيكون جامع جالوريات من كل العالم. نعم. وأرتست من كل العالم بيشاركوا فيه. نعم نعم. والعالم برا عم بتحب اللوحات لفنانين؟ العالم العالم برا بحبوا الفن كتير وبيشجعوا الفن كتير. نعم. يعني بكل متحف ولا بكل معرض بكون فيه كل الأعمار موجودة بال كل الأعمار بتشجع وكل يعني بحبوا. والفن نحن عنا يعني العرب ولا اللبنانية ولا كل هالشرق الأوسط يعني الفنانين عم بيكونوا منتشرين بقوة كمان بأوروبا. نعم. وبأمريكا يعني عم بيشاركوا بكتير قصص وفنهم يعني عم يوصل. ليش؟ لأنه في رسالة من وراه يعني. أوكي. كل بلد عربي عنده الفنانين تبعه عم بيوجهوا رسالة معينة يعني بتحس أنه إيه في لهم أهمية. ليلى بدي أقول لك كل التوفيق بالفعل، يعني دائما اللبناني رافع اسم لبنان بالعالي، اسم الله عليك. يعني جولة مهمة عالمية بمعارضك بلوحاتك يلي راحوا على كتير بلدان، وبتمنى أكثر وأكثر الانتشار لإلك لأنك تستاهلي بالفعل. شفنا بعض الصور للوحاتك وحلوين كتير. ثانك يو وأول دلك. مرسي بوكو. مرسي لألك.